اوه والله حركات ريان صار في مخ يعني. رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم يا جماعه، مقطع جديد اليوم جايب لكم ماب، واليوم معي محمد فايروس وريان او ريانز. يا هلا. السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام ورحمه الله. تعرفون وش الماب؟ اول شيء رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك. سلام حبيبي. ترى قاعد اقرا الجدار، مو قاعد اسلم عليكم. الله يعطيكم العافيه. كيف حالك فايروس؟ والله بخير يا ولد. تعال خلاص والله. اقول شباب مشين خلينا نلعب. التصميم كبدايه حلو، وزير رمضان منتصف الليل. اهلا بكم. هذا انستغرام حقه اللي هو i6evv شرط تحت، هو اللي كلمني وقال انا سويت لك فوازير رمضان. اتوقع والله العالم، ما انا ما ادري قد لعبت الماب ولا لا، بس احتمال اني قد لعبت الماب من قبل. فعموما الماب هذا يقول 7 مراحل اتوقع فوازير رمضان، وراح نشوف الحين كيف. اوكي المرحله الاولى فوازير رمضان. حلو. اسم النغمه. دقيقة. أهلين توتر. أهلين توتر. مشينا تعال. حلو. طيب دققوا على هذه الأشياء تفاصيل يا شباب. إي والله. حاط لك حق هذا والله العظيم إنه رهيب. طيب يا أخي. أوه باب هنا يا لو. طيب. تصميم المار. أوه لازم تجيب مصباح. طيب يمكن فوق. هنا. وين؟ في غرف هنا. أهلاً العيد وفرحة. لا والله في رقية فوق زيادة. يب. طيب. انا اوكي ابي اعرف كيف شكل الخشب هنا. ها وات وشو؟ تعال من هنا. اصبر اتوقع وخر، اتوقع تاخذ الخشب هذا وتبدله بشيء، فهمت؟ بعدين الشيء هذا يعطيك مصباح. يمكن او في إيه. لازم نلقى فوق في... اتوقع الحين بيقول لك جمع خشب اوه هذا هو. اها شوف خذيت المصباح، جاني خذ الخمسة خشب اللي معي. اوكي حلوه. طيب خذينا مصباح فتحنا الحين. اوكي المرحله الثانيه هذه والله رهيب. تمشي الحين توتر. تمشي على ذي اتوقع. اوف ها والله شوف كيف تمشي عليها من فوق. شلون انت؟ بس انت كيف مت اصلا؟ انا ما ادري. رحت يمين. شوف اي خط اسود تحت تمشي عليه. اها كذا بعدين كذا بعدين صبر لا تتهور. طيب امشي الله يعطيك العافيه. وين اروح؟ خلاص لا اتوقع ان بتكملها باركور على شو يسمونها من فوق. يا عيال شوفوا وشو يا اصلا تحت من فوق. ها من فوق شايف فوق. اوكي ما ادري ايش نسوي، نتعلق يعني نقلب. اصبر عرفت لا والله ما عرفت. ثواني شباب. ابعد يا ريان. اها جي انا مت. اها كذا امشي. الله رجعه. لا يا عيال شلون ذا؟ هذه هي الفكره، بس كيف التطبيق ما تدري. هذا المشكله التطبيق يعني كذا. بعدين لازم اقرا افكار ولازم اصبر كذا. السلام عليكم، معك عبد السلام تحريات، شو اخبارك؟ وليه اموت كذا على طول بسرعه؟ الله ولا هيبه السكن اللي عندي ولا هيبه الجري اللي قاعد نجري. سبحان الله يا عيال. احس الموضوع في ان ضبط من تحت. طيب بعدين ما بتروح درج؟ شوفوا انا وصل الدرج. تاكد شوف قاعد اروح. طيب ننزل لك تحت هنا. لا 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 تروح للنهايه، بينزلك. امشي للنهايه بس لا تنقز. اوكي ايوه ارجع على الخط الاسود، امشي ورا الخط الاسود، تعال جهتي. اروح يمين يعني؟ اي ارجع نفس المكان اللي مشيت كذا. ايوه كذا، بعدين سيده، بعدين أيوة. من عندي. اوكي. ايوه. بعدين كذا لف كذا اطلع. اوه والله حركات ريان، صار في مخ يعني. اوه هاي الفكرة، يقطع مرة. الو. شرقت انا. خلي فارس يجي. وات؟ صوت ضحكه. يا صوت يا رجال. يقول يقول فانوس سلح ثريا دولاب فانوس يساوي 8. فانوس يساوي 8 يعني اتوقع 8 خشب. لا لازم تعرف كم يساوي 8. اوكي وخر هنا 8. طيب ايش سوينا انا؟ لا ثواني لحد المسي ثواني. هذا وش فتح؟ انا طحنا من فوق صح؟ يب.
لوكت. اصبر عرفت 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 اصبر. يبغانا نعرف كل شيء صح؟ يعني عندك ثرية اربع، فانوس ثمان، سلات ثنتين اتوقع. اتوقع على كيف؟ قصدك اللي تعد اللي هنا ثلاثة ولا؟ واحدة ثنتين ثلاثة. دولاب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست. هذا يعتبر دولاب اللي هو المكتبة؟ ايه ستة. الصناديق هو قال صناديق؟ لا. سلة يعني ثمانية. ثلاثة. ثمانية ثلاثة باقي ثرية واحدة. أربعة. ثنتين ثلاثة أربعة. ثمانية ثلاثة أربعة. الدولاب كم قلنا؟ ستة. ثمانية وخلها ثلاثة أربعة ستة. أصبر في غلط. الله والله الله العظيم مخينا جرينتا والله رهيب. ما هي رابع فوزي رمضان يا واد. ها فتحت تحت ضيق. اجري 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 رجع. والله العظيم رهيب يا اخ تصميمه. اوكي ايش هذا؟ هذا نعم هنا دقيقه. الابواب تخبي شيئا ما تذكر على مميز بينهم هنا. اوكي مميز بينهم. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبروا لازم نرمي عليه اللي يكون مختلف. اوكي اها اوكي اوكي. هذا 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 اللي فوق ابغى يفتح بس. الله شفتوا كيف؟ سمعت الصوت؟ اتوقع انه فتح شيء. لا ما فتح. متأكد؟ ما فتح. لا 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 فتح. والله فتح. والله فتح. شوف شلون مخ. والله العظيم. اوكي خلها دقيقة. لا تسوي شيء ريان. يلا. عشان ما اجيب العيد. يقول لك ثلاثة بعدين اصبر. هنا هنا عندي. شوف عندي اكس. اكس دقيقة دقيقة. انت طلعت لي فوق الدمية كذا اكس او مدري ايه. متأكد؟ برب الكعبة. عيد عيد اضغط على الزر الثاني. هذه اكس. هذه او. اي والله انك صادق. هذه إيه. ادري انه اوه يا عيال دقيقه لازم خطوه خطوه يا عيال. الحين المشكله وشو؟ انه وش نضغط؟ فهمتوا؟ هل نضغط الاكس ولا الاو؟ يا عيال وشو؟ شوفوا كيف هنا هذه تكملها هذه وهذه تكملها هذه. لاحظتوا؟ قاعد اكتبها الحين. قاعد اكتبها ترى. يعني هنا ثلاث اكسات بعدين جنبها او وتحتها اكس وتحتها او وبعدين اكس يسار. دقيقه لازم اكتب هذه. كتبتها ارسل لك اياها. ارسل انا قاعد اشوفها بالجوال يا شباب. تحت كذا كذا كذا. دقيقه. يا قوي يقطع ام القوه يا شيخ. والله شكرا محمد. والله اقسم بالله الماب رهيب يا عيال. من يدخل الحين؟ انا. يمين بالله الماب رهيب. فكرة رهيبة. فكرة بطلة ما شاء الله. اقسم بالله يا اخي شكرا شكرا يا صاحب الماب. اوكي اللي بعده اللي بعده. مرحلة سادسة باقي مرحلتين. اوكي خلني اخذ هذا. عندي انا. اوف اوف انتبه 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 انتبه. ورني عيونك اصبر خلني اكشف على اسنانك. مسوس الله يعطيك العافية. اشعل جميع النيران بترتيب تصاعدي. ها؟ وين قريت انت؟ يا عيال كيف ترتيب تصاعدي؟ تصاعدي يعني من مثلا من 10 9. عارف كيف اعرف الرقم طيب؟ ما ادري عاد اتفكر. لحظة لحظة. شوف فارس وين راح؟ هذه يبيلها شويتين. انا بعرف هذه شلون. اتوقع كل واحدة لها زر. دقيقة. اي والله في شكلها في زر. ضغط زر. وين زر وين زر اللي قاعد تضغط انت؟ ضغط زر ثاني. اصبر اصبر اصبر. اشتغلت النيران اشتغلت. طيب ايش قاعد تصير؟ اضرب شوف ضربت خشمه. طيب طيب ضربت عقرب الساعه في النص. حاول انك تضرب الخفاش من النص. اشتغلت النار الثالثه. اشتغل النار يا عيال. يقولون ترتيب تصاعدي. قاعد يقفل. أنا؟ يا عيال تعالوا ترى ما سووا ذي عبث. يا عيال تعال يا سلو. وش في شيء؟ تعال ما سووا ذي عبث. توقع اول واحده ذي بعدين هذه بعدين هذه بعدين هذه. اصبر ترى نفس التماثيل اللي داخل. طيب اصبر. طيب كيف عرفت انه كذا؟ من اليمين. والله تحريات بس. اول شيء ابو لمبه. اول شيء اللي ما اصبر 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 اصبر. يقول لك هذولي مع بعض بعدين. لا والله كلها نفس بعض. اي اقول لك شوف اول شيء ابو لمبه اضربه اللي ماسك لمبه. شوفوا اوكي دقيقه. طيب اسمع فانوس. او فانوس بعدين العصا بعدين الكاس. يا عيال وينه؟ ها
هذا بعدين هذا بدل الخفاش الجهة الثانية. اوه يا ساتر يا ساتر اشتغل جميع النظام تتزوج ساتر. اوكي هذا وش هنا؟ هنا نسيت دار نسيته بس كذا فين القافة يا اخي اللي ناقص الماب شيء واحد بس واحد النور حق الماب والله لو كان يعني في نور قوي كان هذا معلش ايش بكنا في مكان الو اوه فتح وات اعطيته بالبكاكس حلو بيض الله وجهك ها ايش الو يا عيال خرجت والله خفت تراني يا عيال انا ما ادري داخل فيلم رعب فيلم الو واضح انك رايح ملي بيفتحون بيبان الحين يا عيال بيفتحون بيبان هنا اثنين هنا ثلاثة ولا هنا اثنين لا شوف ثلاثة عندي شوف اقفله شوف لازم نفتح كل بيبان يعني ما ادري او تحط عليها شيء فتحت الاثنين ثلاثة بس فتحتها الله فك المكان فك تعالوا فك تعالوا وشلون سويتوها؟ وات فك اليمين فك اليمين اتوقع اليمين باقي اوكي لا اليمين يا ها او تقفلون اليمين العكس يمكن اها صح يا عيال طالعوا الحين شوف هذا ثلاثة صح حلو تعرف الاسود هذا ايش يسوي الاسود هذا يقفل الباب لا ما له دخل والله شوف هذا ايش هذا اربع شوف ارجع ورا تقفل الباب شوف هذا 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 ها شايف يلعبها على الابيض هو الاسود يقفل لا تطلعون كذا اها حنا تحري مسوين تيكات بيض الاسود هو يقفل يعني خلي الله فتحته قلت لكم يا عيال يا شيخ من اول انا ركز الو شو يتقفل في وجهي اوه يا عيال وات اوه اصص اصص والله ديم والله ابدع ورب الكعبه اقسم بالله ديم هو اللي مسوي عالم شروق تذكر ايام مر بين العوامل يا اخي مبدع ورب الادم المبدع اللي مسويه اقسم بالله رهيب هذه يبغى لها صوره واخر دقيقه والله العظيم الماب رهيب اقسم بالله رهيب يا اخي انا والله يعني ما شاء الله على تفكيره ما شاء الله يمين بالله يا عيال ماب رهيب حتى عالم الشروق لما لعبناه والله تذكر عالم الشروق انت يمين بالله كان شيء رهيب بعد الغاز ما الغاز بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم الماو رهيب استمتعنا اقسم بالله استمتعنا لنا 36 دقيقه سجل او 36 دقيقه وانا نلعب في الماب بس ماب رهيب مع انه 7 مراحل لكن رهيب عموما قنوات شباب في الديسكريبشن وكود الماب في الديسكريبشن اللي يبغى يلعبها وشكرا لكل المنتسبين باذن الله تطلع اسماءكم في اخر المقطع وبس